من اول 2019 الدولار خسر اكتر من جنيه في السوق المحلي بسبب اساسي هو استثمارات الاجانب اللي بدات ترجع تاني بقوه في ادوات الدين الحكوميه، ادوات الحكوميه اللي هي زي الاذون والسندات اللي بتطرحها مصر بشكل دائم علشان تستلف لتمويل عجز الموازنه. ايضا كان في اسباب تانيه ان مصادر مصر من العمله الاجنبيه بدات تتحسن زي السياحه، زي تحويلات المصريين اللي عاملين في الخارج، زي ايرادات قناه السويس. الانخفاض ده في جزء كبير ممكن يكون حقيقي نتيجة الاستثمارات اللي دخلت والتدفقات اللي دخلت، لكن أغلبها اللي بيسموها التدفقات اللي هي الأموال الساخنة الهوت ماني، وبالتالي بيبقى في مخاوف دايما إن الأموال الساخنة دي ممكن تخرج في أي وقت، وبالتالي ما تقدرش تحط توقعات على مدار السنة لأن أنت بنيها على أموال سريعة الدخول وفي نفس الوقت هي سريعة الخروج. الاقتصاد المصري محتاج حاليا لبرنامج جديد لإصلاح هيكل الاقتصاد علشان نضمن استقرار سعر الصرف. احنا في الثلاث سنين اللي فاتوا سعر الصرف كان بيتحدد بشكل أساسي بتدفقات نقدية أغلبها مش من الاقتصاد الحقيقي، يعني أو اقتصاد ريعي، يعني سواء إيرادات سياحة، إيرادات قناة السويس، أو قروض مباشرة من مؤسسات تمويل دولية زي صندوق النقد والبنك الدولي، أو عن طريق طرح سندات دولية. لكن الاقتصاد نفسه محتاج الفترة الجاية ان هو يبقى المولد الحقيقي للعملة الأجنبية. احنا نتكلم بقى هنا عن تصنيع وتصدير وزراعة وخدمات وتكنولوجيا، دي الضمانة الأساسية ان الاقتصاد المصري ما يرجعش يتعثر تاني، ونحتاج ان احنا ندخل في برامج إصلاح من أول وجديد. It's a great country. Thank you. Thank you. We're great people. Questa formato un lago pequeño entre las dos presas. La tierra, el santo padre, la tierra, la tierra.